مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. مع اقتراب بطولة كأس الأمم الأفريقية من خط الانطلاق نواصل حلقة جديدة من حلقات رادار أفريقيا، واللي هنتكلم فيها إن شاء الله عن أقوى مجموعة في المجموعات وهي المجموعة الرابعة المقامة في استاد السلام. المجموعة بتضم المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، ناميبيا. زي ما متعودين كل حلقة بناخد مجموعة، بدأنا بالمجموعة الستة، بعد كده المجموعة الخامسة، والنهاردة إن شاء الله المجموعة الرابعة. هنبدأ على طول عشان المنتخبات النهاردة إن شاء الله في كلام فني كتير جدا، يعني زي ما هنشوف كلام فني كتير جدا، معانا فيديوهات، معانا أرقام، كل حاجة بالتفصيل إن شاء الله هنقولها. وهنبدأ إن شاء الله بأول منتخب اللي هو منتخب أسود الأطلسي، منتخب المغرب. المنتخب معانا زي ما قلنا منتخب المغرب. يمكن ابرز انجازات منتخب المغرب في كاس الامم الافريقيه لقب وحيد عام 76، تاهلوا لكاس العالم 5 مرات، عندهم 17 مشاركه في كاس الامم الافريقيه، بيدربهم الثعلب الفرنسي هيرفي رينارد. يمكن هو هيرفي رينارد اخذ كاس الامم الافريقيه مرتين، اخذها مع كوت ديفوار 2015 وخذها مع زامبيا 2012. اول حاجه هنبص معانا على ارقام هيرفي رينارد مع منتخب المغرب، هنبص نلاقي ان هو طبعا عنده 50 سنه، لعب تحت قيادته 37 مباراه، كسب 20 مباراه، نسبه الفوز مع منتخب المغرب يعني هو قادهم في 37 مباراه، كسب 20، نسبه الفوز 54%، يعني اكتر من النص. اتعادلوا معاه 9 مباريات، خسروا 8، احرزوا 52 هدف بمعدل 1.4، يعني اكتر من هدف في المباراه الواحده، دخلت شباكهم 19 هدف في 37 مباراه، حافظوا على نظافه شباكهم كام؟ 21 مباراه. تخيلوا منتخب المغرب خرج بشباك نظيفه 21 مباراه من 37، يعني رقم كبير ان هو يحافظ على نظافه شباكه 21 مباراه، دليل ان الراجل ده بيمارس عنده حته التكتيك الدفاعي بشكل مميز جدا. ده يمكن ارقام هيرفي رينارد. هيرفي رينارد بيلعب ازاي مع منتخب المغرب؟ بيلعب بطريقه 4-2-3-1 دايما، بيستخدم اسلوب الضغط العالي، دايما بيحاول ان هو يفتك الكوره باقصى سرعه، يحاول ان هو يعمل ضغط عالي بالرباعي الامامي، وبيبقى وراهم كمان مبارك بصوفه اللي هو الارتكاز المساند عشان يحاول يضغط بيه 6 لاعبين ويفتك الكره بسرعه، وعندهم تحرك بدون كره بشكل مميز جدا، تحول سريع من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه بشكل ممتاز جدا، مميزين قوي هم بالضغط العالي وسرعه افتكاك الكره، عشان كده هم دايما بيلقبوا ان هم يعني مدرسه اوروبيه او مدرسه فرنسيه في المغرب، بيلعبوا تيكي تاكا فعلا منتخب المغرب. يمكن تشكيلتهم المتوقعه هي ال 4-2-3-1، الحارس ياسين بونو بيلعب في جيرونا الاسباني، عنده 28 سنة. قلبين الدفاع اللي قدامنا على الشاشة رقم 5 مهدي بن عطية بيلعب في الدهيل القطري، رومان سايس بيلعب في ويلفرهامبتون، في مساك ثالث برضو ممكن يدخل مروان داكوستا مدافع اتحاد جدة، وده في حالة لو منتخب المغرب لعب بإيه؟ دايما منتخب المغرب هيرفي رينارد مثلا لما كان بيلعب في كأس العالم كان بيلعب بثلاثة ورا، بيلعب بثلاثة 4-2-1، هو من المدرسة دي، لكن لما بيلعب هو فريق أقوى منه بيلعب بالـ 4-2-3-1. يعني هو لو منتخب المغرب هيلعب منتخب زي منتخب ناميبيا هتلاقيه لاعب 4-2-3-1، لما يجي لاعب منتخب مصر مثلا او منتخب كوت ديفوار هتلاقيه بيلعب بثلاثه ورا ويدخل مروان داكوستا، ممكن برضو مروان داكوستا يدخل مكان سايس، لكن الاساسي هو مهدي بن عطيه لانه هو قائد الفريق واكثر اللاعبين مشاركه دوليه ب 55 مباراه دوليه. الباك اليمين مزراوي ده بيلعب في اياكس الهولندي،
أشرف حكيمي وده واحد من نجوم منتخب المغرب بيلعب في بروسيا دورتموند الباك ليفت. الاثنين الارتكاز كريم الأحمدي ومبارك بصوفة، الاثنين دول منسجمين جدا حتى شفناهم في كأس العالم. كريم الأحمدي بيلعب في اتحاد جدة ومبارك بصوفة بيلعب في الشباب السعودي. ممكن يدخل معاهم فيصل فجر مكان مبارك بصوفة بحيث ان هو كبر في السن بقى عنده 34 سنة، فبيدخل فيصل فجر المحترف في فرنسا شفناه برضو في بعض المباريات الودية. صانع الألعاب وهو يونس بلهندا لاعب جلطة سراي او صانع ألعاب جلطة سراي التركي واللي عامل 9 اسيست الموسم ده في الدوري التركي، يونس بلهندا رقم 10. نيجي للثلاثي الامامي الخطير الخطير حكيم زياش رقم 7 نجم اياكس الهولندي واللي وصل نص نهائي دوري ابطال اوروبا واللي هنتكلم عنه فقره لوحده. الجناح اليمين نور الدين مرابط وده طبعا كلنا عارفينه بيلعب في النصر السعودي وكان قبل كده بيلعب في اسبانيا ولعب في انجلترا في واتفورد. المهاجم خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك وفي يوسف النصيري لا مهاجم ليجانس الاسباني. ده يمكن تشكيلهم او التشكيل الاقرب لمنتخب المغرب. ايه هي نقاط قوتهم؟ يعني ايه هي نقاط قوتهم؟ زي ما قلنا هو الراجل بيعتمد على الضغط العالي. ابرز لاعبي منتخب المغرب او دي رقم واحد في نقاط القوه، ايه هم اللاعبين المميزين لي عند منتخب المغرب؟ رقم واحد حكيم زياش قلنا عليه خطير 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 بيلعب في اياكس الهولندي، لعب 29 مشاركه في الدوري الهولندي واخد لاعب العام في الدوري الهولندي. اخذ معهم الدوري الهولندي جاب كام جون؟ 16 هدف. كام اسيست؟ 17 اسيست. جاب كام جون في التصفيات مع منتخب المغرب؟ 3 اهداف ودوت هداف منتخب المغرب في التصفيات. الثاني وهو الباك الشمال، الباك الشمال على فكره برضو حكيم زياش هو اغلى لاعب كقيمه تسويقيه، ثاني اغلى لاعب اشرف حكيمي اللي هو الباك ليفت بروسيا دورتموند بيلعب في بروسيا دورتموند عامل كام اسيست؟ 4 اسيست. مشارك في كام هدف في التصفيات مع منتخب المغرب؟ صنع هدفين وتسبب في ركلتين جزاء، يعني متسبب في كام هدف؟ في 4 اهداف. مميز قوي بحته التمرير الطولي اشرف حكيمي. حكيم زياش واشرف حكيمي اللي هما الاثنين اللي قدامنا على الشاشه بيلعبوا ناحيه الشمال، اذا الجبهه اليسرى لمنتخب المغرب هي اخطر جبهه. مسجلين منها كام هدف؟ مسجلين منها 5 اهداف من 8 في التصفيات من الجبهه اليسرى. نور الدين مرابط وده المكافح المقاتل شفناه في كاس العالم، كان جاله ارتجاج في نتيجة إصابة في المخ ورغم كده قاتل ولعب بواقي على دماغه وبيلعب في النصر السعودي، لعيب تحب تتفرج عليه مميز قوي هو بالدور الدفاعي وعنده روح وعنده عزيمة وإصرار. أي مدرب دايما بيحب يفضل لعيب أو نوعية اللعيبة اللي زي نور الدين مرابط. عمل كام أسيست؟ 10 أسيست في الدوري السعودي، لعب 26 مشاركة مع منتخب المغرب في التصفيات أحرز هدف وصنع هدف. ده أبرز اللاعبين. هنتكلم بقى دلوقتي على المهاجمين. إيه المهاجمين؟ المهاجمين او يعني تحديدا بقى حكيم زياش الاول قبل ما ندخل في المهاجمين. حكيم زياش زي ما قلنا واخد لاعب العام في هولندا، لعيب مميز قوي، لعيب مهاري، بيلعب جناح يمين وبيلعب جناح شمال الاثنين، يعني ناحيه اليمين وناحيه الشمال. ناحيه اليمين بيلعبها مع اياكس الهولندي شفناه في بعض اللقطات وشفناه برده مع منتخب المغرب، يعني دي لقطه مثلا قدامنا هو بيحضر الهجمه، هو اللي رايح على الجون، هو اللي بيسدد، بيعتمدوا عليه هو قدامنا على الشاشه رقم 7 حكيم زياش. واحده تلاقيه ومتخصص ضربات جزاء ومتخصص ضربات ثابته، مره تلاقيه ناحيه اليمين ومره تلاقيه ناحيه الشمال، لكن هو على الورق لو نور الدين مرابط بدا هتلاقيه نور الدين مرابط ناحيه اليمين، حكيم زياش بيبدا ناحيه الشمال. حكيم زياش لعيب مميز جدا وهو اغلى لاعب في منتخب المغرب. على فكره منتخب المغرب قيمته التسويقيه كلهم على بعض 158 مليون يورو و150 الف. رقم كام؟ رقم 5 في البطولة، 5 أغلى منتخب كقيمة تسويقية. اللي قدامنا على الشاشة اللي هو حكيم زياش اللي الكرة أهو بيسلم، طبعًا هم يعني زي ما إحنا شايفين دي التيكي تاكا بتاعتهم. ده هدف جابه تسديدة في منتخب الكاميرون، مميز قوي هو حتة التسديد. اللي قدامنا على الشاشة ده أغلى لاعب في منتخب المغرب، 36 مليون يورو، حكيم زياش. مميز جدًا، رقم 7 اللي هو الجناح. لعيب تحب تتفرج عليه ويعني مرشح كمان ان هو ممكن يخش في افضل لاعب في افريقيا مع محمد صلاح ومع ساديو ماني ومع اونانا حارس الكاميرون، هم حاليا افضل 4 لعيبه في افريقيا، محمد صلاح، ساديو ماني، حكيم زياش، اونانا حارس منتخب الكاميرون. قدامنا على الشاشه زي ما احنا شايفين هم بيلعبوا تيكي تاكا، بيحضروا الهجمه من تحت بشكل مميز قوي وعندهم تحرك بدون كوره، عندهم سرعه تحول من الدفاع للهجوم، والجبهه اليسرى الخطيره اللي فيها اشرف حكيمي. ادي حكيم زياش زي ما احنا شايفين كل اللعب اللي قدامنا على الشاشه ده من حكيم زياش، مميز قوي هو بيعمل جبهه خطيره.
اللاعب الثاني يمكن ده اول واحد معانا اللي هو مين، حكيم زياش. اللاعب الثاني اشرف حكيمي. اشرف حكيمي رغم ان هو باك ليفت، هو اكثر من مجرد باك ليفت، الكلمه اللي كان دايما كنا بنقولها على علي معلول، لا اشرف مع النادي الاهلي طبعا، اشرف حكيمي اكثر من مجرد ظهير ايسر، رغم ان هو بيلعب بقدمه اليمنى الا ان هو مميز قوي، عامل اسيستات محترمه جدا، مميز بحته التمرير الطولي مع منتخب المغرب. طبعا ده قدامنا مع مقدم موسم مميز جدا مع بروسيا دورتموند الالماني، واخد معهم كاس المانيا ووصيف الدوري الالماني. لعيب مميز قوي اشرف حكيمي، ومن اللعيبه اللي اعتقد ان هيكون لها دور، خاصه ان هو جوكر، يعني ظهير ايمن ماشي، ظهير ايسر ماشي، لعيب مميز زي ما احنا شايفينه على الشاشه هنا، ظهير ايمن قبل كده كان ظهير ايسر، هو مع منتخب المغرب بيستخدمه كظهير ايسر. لعيب تحب تتفرج عليه اشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند، لعيب عنده 20 سنه بس، ده تاني اللي قدامنا على الشاشه، تاني اغلى لاعب في منتخب المغرب. قلنا رقم واحد حكيم زياش بكام؟ ب 36 مليون يورو. رقم اثنين اللي قدامنا على الشاشه اشرف حكيمي، قيمته التسويه كام؟ 30 مليون يورو، تاني اغلى لاعب في منتخب المغرب. مميز مميز جدا هو زي ما احنا شايفينه بالدور الدفاعي والدور الهجومي، وبيعمل تمريرات طوليه مميزه قوي، وبيكمل يعني بيجيب ضربات جزاء سواء بالتمرير الطولي او سواء هو نفسه اللي بيتسبب في ركلات الجزاء. على فكره متوسط اعمار منتخب المغرب 27.3، ما بين الصغير يعني احنا شفنا متوسط الاعمار في المجموعات الثانيه كان 26 28، فمنتخب المغرب في الوسط 28.3. ده اشرف حكيمي مميز قوي بالدور الدفاعي زي ما احنا شفنا كده الراسيه اللي لعبها ديت، برضه اهو اشرف حكيمي مميز هو مع البروسيا دورتموند في الدوري الالماني. ده يمكن ابرز اثنين لعيبه تحديدا في منتخب المغرب، غير نور الدين المرابط اللي اتكلمنا عنه وقلنا ان هو مقاتل. نتكلم بقى على المهاجمين دلوقتي. كان في بعض المشاكل اللي حصلت في الفتره الاخيره لمنتخب المغرب مع رزاق حمد الله، هو مهاجم في الدوري السعودي متالق جايب اهداف كتير، فكانت ارقامه قويه جدا على الاثنين المهاجمين التانيين. يعني لو شفنا الارقام بتاعت خالد بوطيب مهاجم نادي الزمالك او يوسف النصيري مهاجم ليجانس الاسباني، هنبص نلاقي كمان ان الارقام حتى لا يوسف النصيري ارقامه اعلى طبعا من خالد بوطيب. لو بصينا عملنا كده مقارنه ما بين ارقام المهاجم ده وارقام المهاجم ده، هنلاقي طبعا ان رزاق حمد الله ارقامه في الدوري السعودي واحد من افضل المهاجمين حاليا في الوطن العربي مع بغداد بنجاح، فكان استبعاده برده لغز، يعني استبعاده كان لغز. وحصل بعض الاخبار في الفتره الاخيره ان في يعني في انقسام في منتخب المغرب، خاصه اكدها استبعاد عبد الرزاق حمد الله. هنشوف دلوقتي بقى يعني ازاي هم سجلوا الاهداف، ازاي منتخب المغرب بيسجل الاهداف مع هيرفي رينارد، ده نقطه مهمه جدا. اول حاجه التمريرات الطوليه من خلال اشرف حكيمي، يمكن هم سجلوا كام هدف؟ سجلوا 8 اهداف اهي قدامنا على الشاشه. ازاي احرز منتخب المغرب 8 اهداف؟ هنبص نلاقي ان هم جايبين 3 اهداف تمريرات طوليه من اشرف حكيمي اللي هو الباك ليفت، تمام؟ 3 اهداف بنسبه كام؟ 37.5%. قلنا ان اشرف حكيمي مش مجرد باك شمال بس، لا ده لعيب هيرفي رينارد بيحاول ان هو يحضر عليه الهجمه من تحت ويحاول ان هو يديك كمان ايه؟ تمرير طولي. تاني حاجه التسديدات من خلال حكيم زياش 2، قلنا حكيم زياش واتكلمنا عليه وعرضنا له بعض اللقطات. ضربه الجزاء 1، كره عرضيه من الجبهه اليسرى من دور ان نور الدين مرابط، قلنا برده ان هو واحد من افضل اللاعبين في المنتخب المغربي. نركز بقى في اخر نقطه، ضغط عالي على حارس الايه المرمى، زي ما قلنا ان دايما هيرفي رينارد بيستخدم اسلوب الضغط العالي. مين هداف منتخب المغرب في التصفيات؟ حكيم زياش. مين الاكثر اسيست؟ اشرف حكيمي. عامل كام اسيست؟ عامل 2 اسيست. نبص بقى على اللقطات ازاي هم ايه التمريرات الطوليه دي، ناكد الكلام ازاي هم بيجيبوا. ادي اللي حضراتكم اللي عليه الدايره، اللي عليه الدايره دوت هو اشرف حكيمي اللي هو عليه الدايره دي. بص اشرف حكيمي عامل تمرير طولي اهو، ليه ادي الضوء الاحمر اهو، اشرف حكيمي عامل التمرير الطولي لمين؟ للرقم المهاجم ده اللي هو يوسف النصيري، زي ما احنا شايفين يوسف النصيري اللي هو عليه الدايره ده، وده اشرف حكيمي اللي عامل تمرير طولي، ده كان هدف في التصفيات بياكد خطوره. ادي اشرف حكيمي دايما بيدخل للعمق، ليه يدخل للعمق؟ لان هو مش لاعب بيلعب بقدمه الشمال، ده بيلعب بقدمه اليمين، فتحس ان هو دايما بيدخل للعمق، دي ميزته بيدخل للعمق ويديك تمرير طولي اهو لمين؟ ليوسف النصيري اللي كان قاطع، يوسف النصيري اللي هو قاطع المهاجم، لكن اللي لاعب ده اللي هو اشرف حكيمي اللي هو لاعب، قلنا ان تمرير طولي من اشرف حكيمي. نبص على الصوره اللي بعدها ناكد الكلام تاني برضو، هنبص نلاقي ادي اشرف حكيمي اللي عليه الايه؟ الدايره. بص اهو اشرف حكيمي اللي عليه الدايره، مين اللي جاي دوت؟ ده اللي هو الجناح الشمال هيلعب له
يوسف اشرف حكيمي هيلعب له التمرير الطولي بنفس الشكل ده اهو، نفس الشكل هيلعب له تمرير طولي، هيجي الراجل ده او اللاعب ده اللي هو الجناح يجي يستلم جوه منطقه الجزاء ويجي معاه باسوجوج اللي هو جناح الكاميرون يرتكب ضربه جزاء. اذا التمريره جايه منين من الاول؟ جايه من خلال اشرف حكيمي، اشرف حكيمي اللي هو عليه الدايره ده. فاحنا قلنا ان هو مميز بحته الايه؟ التمرير الطولي، وقلنا ان هو تاني اخطر لاعب وتاني اعلى قيمه تسويقيه في المنتخب المغرب بعد حكيم زياش. ده يمكن ازاي هم بيسجلوا الاهداف او نقاط قوه منتخب المغرب. قلنا ان هم عندهم تمريرات طوليه مميزه قوي، عندهم تسديدات من حكيم زياش، عندهم لعيب مقاتل ومكافح زي نور الدين مرابط، تمريرات الطوليه اللي بيعتمدوا عليها زي قلنا مين اللي هو الباك ليفت اشرف حكيمي. تعال بقى نشوف توقيت تسجيل اهداف منتخب المغرب. هنبص على الرسم البياني هنلاقي ان هم مسجلين في الشوط الثاني 6 اهداف، اللي هو الثلاث حاجات اللي على الجنب دول 6 اهداف في الشوط الثاني من 8 بنسبه كام؟ يعني 6 اهداف، يعني 6 اهداف من 8 25 و25 و25، 75% من الاهداف في الشوط الثاني. ده ياكد لك ايه؟ ان هم معاهم مدرب تعلب زي هيرف رينارد بيجيد التغييرات وبيجيد القراءه للمباريات وبيجيد ان هو يقرا الملعب بشكل صح جدا ويجيد التغييرات. ده يمكن توقيت التسجيل. طيب نقاط ضعف منتخب المغرب ايه بقى؟ هنبص نلاقي ان هم استقبلوا الاهداف. منتخب المغرب عندهم نقطه ضعف في الكرات العرضيه. ازاي هم استقبلوا الاهداف؟ هنبص عليها. ازاي منتخب المغرب استقبل الاهداف؟ عندهم ضعف في اهي الكرات العرضيه من الجبهتين، استقبلوا منها هدفين من 3 وتمرير طولي بين قلبي الدفاع 1. ديت يمكن نقاط ضعف منتخب المغرب. في حاجه مهمه قوي اللي هي الرسم البياني، توقيت استقبال اهداف منتخب المغرب، ونركز معاها عشان هقول لكم على نقطه مهمه جدا يمكن مش كتير ممكن ياخد باله منها. نبص على توقيت استقبال منتخب المغرب للاهداف في التصفيات. تمام، اول يعني بص، اول ربع ساعه هدف، اخر ربع ساعه هدف من الثلاث اهداف، واول نص ساعه من الشوط الاول هدفين. يعني ايه؟ يعني بيستقبلوا اهداف اكتر فين؟ في اول ربع ساعه واخر ربع ساعه. طب هنا السؤال، حد فاكر مباريات منتخب المغرب في كاس العالم؟ كان اول مباراه مع مين؟ مع منتخب ايران، استقبلوا هدف امتى؟ في الدقيقه 94. طيب تاني بين ايران صديقه، تاني مباراه كانت مع مين؟ لو نفتكر تاني مباراه كانت مع البرتغال، كريستيانو كان جاب جون في الدقيقه 4 يعني في اول المباراه. تالت مباراه كانت مع مين؟ مع منتخب اسبانيا، ساعتها منتخب اسبانيا تعادل مع منتخب المغرب في الدقيقه 90 او 91. اذا منتخب المغرب بيستقبل اكتر في اول المباراه وأول ربع ساعة من المباراة وآخر ربع ساعة من المباراة. وبرضه في التصفيات، يعني اللي حصل في كأس العالم حصل في التصفيات. إذا منتخب المغرب عنده نقطة ضعف في التركيز في أول ربع ساعة وفي آخر ربع ساعة. يمكن معانا مداخلة دلوقتي عشان نتكلم على قصة يقول لنا التفاصيل أكتر صحفي بإذاعة المغرب الوطنية أستاذ عبد الواحد رشيد، بنرحب بيك. مرحبا مرحبا بالمشاهدين قناه الاهلي، مرحبا بالاخوه المصريين. اهلا بيك. عايزين بس نعرف من حضرتك تفاصيل او رايك في مغادره رزاق حمد الله اللي هو مهاجم النصر السعودي وهداف الدوري السعودي برصيد 34 هدف بعد وديه المغرب الاخيره، وهل فعلا الاستبعاد ده او رحيله كان بسبب الاصابه ام بسبب خلافات بين اللاعبين؟ لا اعتقد ان ذلك تم بسبب الاصابه. المشكلة هو أن ربما هناك سوء تفاهم بينه وبين اللاعب فيصل فجر، ابتدى هذا المشكل من ركلة الجزاء التي أعطاها الحكم في الدقائق الأخيرة لصالح المنتخب المغربي. كان حمد الله يرغب في تنفيذها، أولا لأن حمد الله كان ثلاث سنوات تقريبا غائب عن المنتخب الوطني عن النخبه المغربيه، وكان يريد ربما ان يدخل جو المجموعه وينسجم بسجله لذلك الهدف، الا ان لاعب فيصل فجر لم يتقبل الامر واصر على ان يكون هو المنسي. المشكله هو انه عندما نفذ ضربه جزاء واضاعها حمل المسؤوليه لحمد الله وقال بانك انت من افقدتني التركيز وضيعت ضربه الجزاء. هذه هي الاخبار التي وصلتنا من معسكر المنتخب الوطني، وان كانت الجامعه اثبتت لها ان حمد الله غادر بسبب الاصابه، ولكن الدكتور هيفتي دكتور المنتخب الوطني صرح اليوم بان حمد الله لم ياتي الى عيادته
وبالتالي لا أعتقد بأن كانت هناك إصابة بقدر ما كان هناك سوء تفاهم، لأن ربما الحمد لله بحكم أنه غائب عن المنتخب لسنوات، اللاعبون الآخرون ربما أقل انسجاما معه وأقل تفاهما معه، وجد نفسه وحيدا في المعسكر، حاول أن يدخل في جو مجموعة ولكنه لم يتأتى له ذلك. وأعتقد أيضا أن المدرب رونار ربما فقط كانت عليه ضغوطات لدعوة هذا اللاعب، ربما المدرب مرتاح أكثر من مرة لأنه يرغب في أن لا يتعامل إلا مع اللاعبين الذين اشتغل معهم لمدة 3 سنوات، والحمد لله لم يشتغل قط غاب منذ فترة مدرب ذاته غائب عن المنتخب، وبالتالي كان يفضل بوطيب على الحمد لله، لأنه كان من السهل جدا أن يجري صلحا بين اللاعبين، ولكن ربما كانت لديه كان يفضل ربما حتى أن لا يحرجه الحمد لله بتواجده، وكان يفضل بوطيب لأن بوطيب اشتغل مع الفرق اشتغل معه في الفرق الوطني لما يزيد عن 3 سنوات، وبالتالي ربما كان واضحا بكل صريحته بأنه يفضل المجموعة التي اشتغل معها والتي كانت معه في روسيا وكانت معه في عدة مناسبات أخرى. هل الخلافات اللي موجودة أو يعني ضرب الجزاء مثلا حصل فيها خلاف ما بين 2 لعيبة، هل ممكن تأثر على منتخب المغرب في البطولة؟ لا أعتقد بأنه فعلا هو مشكل فاتي ما كان يستحق كل هذه الضجة. هي الجانب المغربية والمسؤولين حاولوا فعلا إخفاء هذا الموضوع والقول لأن سبب المغادرة والإصابة، ولكن تبين فيما بعد الأصدار التدريبات التي جاءت المعسكر المنتخب بأن هناك خلافات بين المجموعة من اللاعبين واللاعب حمد الله، خاصة أنه أن حتى المنتخب المغربي يوجد فيه مشكل كبير إلى جانب المنتخب دول شمال أفريقيا الأخرى باستثناء ربما المنتخب المصري، هو أن هناك جل اللاعبين يحملون ثقافة الأوروبية بحكم أنهم أغلبيتهم ولد في أوروبا، والحمد لله من اللاعبين المغاربة الذين ولدوا في المغرب ويحمل ثقافة مغربية، وبالتالي ربما حتى هذا العامل لن يساعد على الانسجام مع السيد طفاش الذي ولد في فرنسا، مع حاكم الجيش الذي ولد في هولندا، مع ابن عطية الذي ولد في فرنسا وغيرهم، واعتقد بان هذا ايضا اختلاف الثقافه التي يحملها اللاعبين ربما ايضا شيء انه معرقل في اسود اطلاق، عكس مثلا المنتخب المصري الذي يجد تقريبا جوج اللاعبين ولدوا في مصر حتى وان كانوا محترفين في الخارج، ولكنهم قبلوا الى 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 الخارج كانوا قد مارسوا في الاهلي وفي الزمالك الى اخره، في حين انه في المغرب نلعب اكثر في السنوات الاخيره للاعبين المولودين في اوروبا، ابناء الجاليه المغربيه الموجوده في اوروبا جلهم لم يسبق له ان مارس في البطوله المغربيه، بل ان جلهم ربما يحمل ثقافه البلدان التي ولد فيها اكثر من يحمل ثقافه المغربيه. اخر سؤال استاذ عبد الواحد، توقعاتك مين يفوز بالكان 2019؟ اعتقد انه وضعتني امام سؤال حرج جدا، لكن لا اعتقد بانه سيخرج عن المنتخبات الكبيره في افريقيا. مصر ربما المغرب ايضا الجزائر وتونس وايضا ربما نيجيريا، وقد تحدث الكاميرون بعد المفاجاه والكوت ديفوار ايضا، وان كان الكاميرون في السنوات الاخيره وقعت فيه مشاكل وقعت انخفاض في المستوى، ولكن اعتقد بانه تبقى هذه المنتخبات هي المنتخبات الكبيره في افريقيا، اعتقد انه مصر ستستغل التواجد امام جماهيرها، واعتقد ان مصر استطاعت ان تفوز بالالقاب حتى وهي لم تكن انذاك تملك محترفين كثر، فقط محترف او محترفين، ومع ذلك استطاعت لثلاث مرات متتاليه تفوز بالكاس، وبالاحرى اليوم تملك مصر احمد صلاح وهو ربما من احد افضل لاعبي العالم وليس فقط احسن اللاعبين في افريقيا، اعتقد ان مصر مرشح فوق العاده، واعتقد ايضا ان للمغرب حظوظ ولتونس حظوظ وللجزائر حظوظ، بالاضافه الى الكوت ديفوار ونيجيريا
والكاميرون. شكرا. وربما في السنغال. شكرا استاذ عبد الواحد، واهلا بيك واهلا بكل المغاربه في القاهره، تنورونا وبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي. يمكن انا تعليقا بس، انا عمري ما شفت ضربه جزاء حصل فيها خلاف ما بين اثنين لعيبه وتم تسجيلها بصراحه. دايما اي خلاف ما بين اثنين لعيبه في ضربه الجزاء دايما بيتم اهدارها. ده يمكن اول منتخب كان معانا منتخب المغرب. دلوقتي ان شاء الله هننتقل للمنتخب الثاني معانا في المجموعه وهو منتخب كوت ديفوار. المنتخب الثاني معانا وهو منتخب كوت ديفوار. طبعا منتخب كوت ديفوار حصل على اللقب مرتين، المره الاولى سنه 92 والمره الثانيه سنه 2015، تاهلوا لكاس العالم ثلاث مرات. خش بقى على طول على ارقام المدرب بتاعهم ابراهيم كامارا، عنده 53 سنه وهو مدرب يعني ايفواري. يمكن احنا بنشوف في الفتره الحاليه كوادر افريقيه كتير في التدريب، يمكن منتخب كوت ديفوار دايما كنا بنشوف مدرب اجنبي، دلوقتي لا، ماسكهم المدرب ابراهيم كامارا. ونركز مع منتخب كوت ديفوار لانه مش واخد حقه، منتخب قوي جدا. يمكن هو ماسكهم من سنه من 1 يناير 2018، لعب معاهم كم مباراه؟ 8، كسب 5، اتعادل 3، ما خسرش ولا مباراه. مدرب كوت ديفوار معاهم ما خسرش ولا مباراه من 8، جابوا 15 هدف، استقبلوا 5 اهداف، شباك نظيفه 4 مرات. دي نقطة مهمة قوي ان هو ما خسرش ولا مباراة، ودي اول نقطة قوة معانا ان معاهم مدرب كويس، مدرب ايفواري، ما خسرش ولا مباراة زي ما قلنا، دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية نخش في التشكيل على طول بتاع منتخب كوت ديفوار. الحارس بتاعهم جو بيلعب في مازيمبي الكونغولي، بيلعبوا 4-3-3، ودي على فكرة او 4-3-2-1، بتعمل نوع من الستارة الدفاعية والتأمين. جوبوهو بيلعب في مازيمبي، ابراهيم كومارا بيلعب في الوداد المغربي، وده في الاغلب دخل مكان إريك بايلي اللي الاصابه طبعا اللي هيغيب عن بطوله الكاس الامم، مدافع مانشستر يونايتد. المدافع الثاني كانون بيلعب في الدوري الهولندي، الباك اليمين سيرجيو روري بيلعب في توتنهام الانجليزي، والباك ليفت بيلعب كولوبالي بيلعب في اسك ابيجان. ممكن نشوف ان سيرجيو روري يستعين بيه كباك ليفت، مش شرط يعني زي اشرف حكيمي ساعات بيلعب باك يمين وساعات بيلعب باك شمال خاصه مع المنتخب. الارتكاز هم عندهم وسط ملعب بيجمع ما بين الشباب والخبره والمهاره. الشباب في مين؟ في فرانك كيسي اللي هو رقم 8 بيلعب في الميلان، عنده 22 سنه. اللي جنبه جان ميشيل سيري بيلعب فين؟ في فولهام الانجليزي. السيري دي طبعا ده كان في بازل السويسري وحاليا برضه في الدوري السويسري، كان زميل محمد صلاح ومحمد النني في بازل السويسري. الثلاثه الامامي وهو الثلاثي المرعب ومعاهم واحد برضه بديل مرعب زيهم بالظبط، نيكولاس بيبي اللي هنتكلم عنه، وده واحد من اهم المفاتيح. تاني هداف الدوري الفرنسي، جايب كام جون مع ليل الفرنسي؟ نيكولاس بيبي جايب 22 هدف، رقم كبير جدا. التاني ماكس جرادل، وده الناس هتستغرب ازاي هو مش هو الراجل مدرب كوت ديفوار بيعتمد عليه كورقه رابحه اكتر، لكن ماكس جرادل اللي هو اكتر لاعب اللي هو رقم 15 اكتر لاعب لعب مشاركات دوليه مع منتخب كوت ديفوار وبيلعب في تولوز الفرنسي. اما المهاجم جوناثان كوجيا دوت مهاجم استون فيلا الانجليزي زميل احمد المحمدي، وده واحد من ابرز اللاعبين مهاجم كوت ديفوار جوناثان كوجيا. ده يمكن تشكيلتهم المتوقعه 4-3-3 زي ما احنا شايفين. احنا زومنا على الصوره جبوه وقلنا الثلاثه اللي قدام نيكولاس بيبي وقلنا ماكس جرادل اللي هو ناحيه الشمال وقدام جوناثان كوجيا بيلعب في استون فيلا. ابرز اللاعبين عندهم مهمين قوي، اربعه في غايه الاهميه. منتخب كوت ديفوار من المنتخبات القويه اللي مش واخده حقها اعلاميا، منتخب قوي جدا. ابرز اللاعبين عندهم هنبص نلاقي
زي ما قلنا اول واحد مين؟ نيكولاس بيبي. او شوف الصوره بتاعت ابرز اللاعبين، هنبص نلاقيها ابرز اللاعبين، هنبص نلاقي على طول نيكولاس بيبي زي ما قلنا بيلعب في ليل الفرنسي، وقلنا جرادل بيلعب في تولوز الفرنسي، اثنين مهمين جدا. وقلنا قدام وبرده زاها البديل بتاعهم بيلعب في كريستال بالاس اللي هو الجناح الوينج، واحد من افضل اللعيبه، هنتكلم على الرباع ده تحديدا. اول لاعب معانا نيكولاس بيبي، نيكولاس بيبي لعيب خطير خطير خطير، لعيب مهم جدا اهو. نيكولاس بيب ده يمكن ابرز اثنين في التصفيات، جوناثان كوجيا اللي هو المهاجم عنده 29 سنه بيلعب فين؟ في استون فيلا، جايب 9 اهداف في الشامبيون شيب، مساهم في اهداف يمكن هو سجل هدفين وصنع هدف. اما كورنييه ده البديل الرابح، ماكسويل كورنييه بيلعب فين؟ جناح ليون الفرنسي، ده البديل الورقه الرابحه بتاعتهم مع زاها، يمكن هو لعب مع ليون 27 مباراه جايب 7 اهداف وصنع 5 في التصفيات، احرز هدفين كورق وصنع هدف كبديل. دول ابرز اثنين لعيبه في التصفيات، لكن نيجي بقى لابرز اللعيبه بصفه عامه واللي هيكونوا يعني من اهم مفاتيح لاعبي منتخب كوت ديفوار اللي هو نيكولاس بيبي وزاها. نبص على الصوره اللي بعدها، نبص نلاقي الاثنين على طول. ويلفريد زاها قدامنا على الشاشه، 26 سنه بيلعب في كريستال بالاس، لعب 34 مشاركه، جايب 10 اهداف في البريمير ليج وعامل 10 اسيست. نيجي للثاني اللي هو اهم لعيب حاليا في منتخب كوت ديفوار، نيكولاس بيبي. ده لعب مع ليل الفرنسي كام؟ 38 مشاركه، جاب كام هدف؟ 22 هدف، ثاني هداف الدوري الفرنسي بعد مبابيه. عامل كام اسيست؟ 11 اسيست، يعني 12 يعني حوالي مساهم في 33 هدف في الدوري الفرنسي. نيكولاس بيبي واحد من اللعيبه اللي بتنتظرهم بطوله، نيكولاس بيبي واحد من اللعيبه اللي بتنتظرهم بطوله كاس الامم الافريقيه المقبله، لعيب مميز قوي زي ما قلنا بيلعب في ليل الفرنسي، لعيب تحب تتفرج عليه، مهاري، هداف، جناح مهم جدا، واعتقد ان هو بعد البطوله هينتقل خطوه كمان اعلى من الليل، هو اللي قدامنا على الشاشه بيلعب في ليل الفرنسي. لعيب مميز زي ما قلنا بيلعب في ليل، عنده 24 سنه بس، وهو تاني هو ده اللي معاه الكوره اهو وبيسجل. هو لعيب جناح مميز جدا، وهو من اللي هتبقى من اللعيبه اللي لها دور مهم قوي مع منتخب كوت ديفوار. نركز مع منتخب كوت ديفوار لانه مره تانية مش واخد حقه اعلاميا. نيكولاس بيبي لعيب مهم جدا، تاني هداف الدوري الفرنسي. وبالمناسبه ماكس جراديل اللي هو الجناح التاني برضه من هدافين الدوري الفرنسي، جايب 11 هدف، يعني هم عندهم اثنين من هدافين الدوري الفرنسي. منتخب كوت ديفوار اللي قدامنا على الشاشه لعيب مهم. ليه بقى لعيب مهم كمان؟ لانه اغلى لاعب في منتخب كوت ديفوار اللي هو اللي قدامنا على الشاشه نيكولاس بيبي، قيمته التسويقيه كام؟ 58 مليون يورو ونص. منتخب كوت ديفوار ثاني اغلى منتخب في البطوله بعد منتخب السنغال، ثاني اغلى منتخب في القيمه التسويقيه. اللي قدامنا على الشاشه نيكولاس بيبي اغلى لاعب، 58.5 مليون يورو. اللعيب الثاني وهو زاها، زاها برضو من اللعيبه اللي هو ثاني قيمته التسويقيه 40 مليون يورو ونص. لعيب مميز قوي اللي قدامنا على الشاشه نيكولاس بيبي، واللعيب الثاني المميز زاها. زاها زي ما قلت لحضراتكم اعتقد ان هو هيبقى ورقه رابحه، لان هو الراجل المدرب بتاع كوت ديفوار بيحب او بيفضل زاها، بيفضل ماكس جرادل. فماكس جرادل لما يبدا ممكن يكون زاها ورقه بديله، او ممكن يلعب الثلاثه مع بعض ويكتفي باثنين ارتكاز في بعض المباريات السهله، لكن كان في التصفيات بيعتمد على 4-3-3. ونيكولاس بيبي اللي قدامنا على الشاشه تلاقيه يمين ماشي، تلاقيه شمال ماشي، يعني تلاقيه بيسجل بيمينه ماشي، بشماله ماشي، ما تعرفش اذا كان هو بقى يعني بص هو قدمه الاساسيه هي اليسرى، ولكن هو بيمينه ماشي وبشماله ماشي ما شاء الله. لعيب مميز جدا نيكولاس بيبي جناح منتخب كوت ديفوار. زي ما قلنا نقاط القوه عندهم عشان نشوف ازاي هم سجلوا الاهداف، هنلاقي ان رقم واحد ان اول في نقطه قوه المدرب بتاعهم قلنا ما خسرش ولا مباراه من 8 مباريات مع منتخب كوت ديفوار، ودي نقطه قوه مهمه جدا. النقطه الثانيه قلنا عندهم اجنحه قويه جدا زي نيكولاس بيبي، زي ساها، زي جرادل، ثلاثه قويين جدا. عندهم مهاجم جوناثان كوجيا مهاجم قوي جدا بدنيا، مهاجم استون فيلا من هدافين التصفيات مع منتخب كوت ديفوار، مساهم كتير بشكل مميز جدا في اهداف في التصفيات. هنبص ازاي ما اللي قدامنا على الشاشه اهو، يمكن احنا لسه كنا بنتكلم عنه اللي هو اللي قدامنا على الشاشه جوناثان كوجيا مهاجم استون فيلا اهو، هو الطويل القامه ده اللي جاي من ورا بتتلعب له عرضيه وبيسجل، مهاجم هداف خطاف قوي طويل القامه محطه. على فكره منتخب كوت ديفوار من اكتر المنتخبات اللي بتعتمد على التحضير في وسط الملعب تمريرات، لانهم بيلعبوا بثلاثه ارتكاز دايما، يحضروا بثلاثه ارتكاز ويديك تمرير طولي لونج باص في ظهر المدافعين.
فمن اللعيبه اللي هي بيعتمدوا عليها في التمرير الطولي جوناثان كوجيا. ليه؟ لان هم دايما لعبوهم تمرير طولي، فمحتاجين مهاجم محطه زي الراجل اللي قدامنا على الشاشه ده بيحضروا عليه الهجمه من تحت. لما نيجي نبص بقى ازاي هم بيسجلوا الاهداف، نجيب ازاي هم سجلوا الاهداف، هنبص نلاقي منتخب كوت ديفوار زي ما قلت لحضراتكم بيعتمد على التمرير الطولي. نقطه التمرير الطولي مهمه جدا، يعني نقطه التمرير الطولي في منتخب كوت ديفوار نقطه مهمه قوي. اهي اربع اهداف في التصفيات من تمرير طولي، اسلوب الايه؟ اللعب المباشر. ثلاثة كرات عرضية من الجبهتين، والاثنين دول بيأكدوا خطورة جوناثان كوجيا، ان هو معاك مهاجم محطة بيعتمد بيقدر يحضر الهجمة، وبتقدر ان انت تعمل له كرات عرضية من الطرفين. ضربات ركنية، منتخب زي كوت ديفوار بيعتمد على التفاصيل الصغيرة اللي هي زي ما شفناها في كأس العالم، ضربات الركنية خلصت مباريات مع منتخب فرنسا ومنتخب انجلترا، منتخب كوت ديفوار مميز بالحتة دي، وكان المدافع بايلي مميز بيها، واعتقد ان مدافع كومارا مدافع الوداد ممكن يعوض إريك بايلي في النقطة دي. تسديدات هدفين واثنين خطأ من حارس المنافس. نشوف بقى على طول نقاط الضعف في منتخب كوت ديفوار، ازاي هم استقبلوا الأهداف. هنبص ان هم هنلاقي ان هم عندهم مشاكل دفاعية في التمركز الدفاعي ما بين قلبي الدفاع. ساعات كده تلاقي كرة عرضية تلاقيها خبطت، ده مثال للتمرير الطولي اللي احنا اتكلمنا فيه. ادي التمرير الطولي، هم بيحضروا منتخب كوت ديفوار نقاط قوتهم في وسط الملعب، وبعد كده يديك تمرير طولي اهو، ادي اللعيب اللي عليه الدايرة ده اللي هو ايه؟ ده هيديك تمرير طولي في ظهر الايه؟ الدفاع. ده الجناح اليمين ده اللي هو نيكولاس بيبي بتتلعب له، هو اللي عليه الدايرة دي اهي، نيكولاس بيبي بتتلعب له تمرير طولي في ظهر الدفاع. لو جبنا الصورة اللي بعدها هنلاقيه ايه؟ راح. يعني راح اهو، نيكولاس بيبي بقى فين؟ راح انفراد بالايه؟ بحارس المرمى، فدي بيأكد لك التمرير الطولي. نشوف بقى نقاط الضعف، ازاي هم استقبلوا الاهداف. هنبص نلاقي ان منتخب كوت ديفوار بيستقبل اهداف زي ما قلت لحضراتكم، عندهم الاثنين اللي قلبين الدفاع اي كره عرضيه تحس ان هي لما تجيلهم بيقلشوا شويه، خاصه مع غياب إريك بايلي هتبان اكتر. النقطه الثانيه عندهم حارس المرمى حارس مازيمبي عنده نقطه ضعف في الكرات العرضيه، بعض سوء التقدير او بيخرج بشكل خاطئ على الكرات العرضيه في بعض المباريات، وده اللي بناكده بصوره كيف استقبل منتخب كوت ديفوار اهداف في التصفيات. قلنا الحارس المرمى، قلنا التمركز الدفاعي، النقطه اول حاجه تمركز دفاعي بشكل خاطئ، ثلاث اهداف كره عرضيه من الجبهه اليسرى، وعندهم مشكله في الجبهه اليسرى، يعني الباك ليفت عندهم نقطة ضعف منتخب كوت ديفوار الوحيدة من وجهة نظري الكبرى، يعني هي الباك ليفت الظهير الأيسر. عشان كده لو احنا لعبنا منتخب كوت ديفوار أعتقد إن محمد صلاح هيكون له دور مهم قوي، لكن على الباقي أعتقد إن هو منتخب متكامل ما فيهوش نقطة ضعف غير النقطة دي، إلا بقى لو مدرب منتخب كوت ديفوار حلها ودفع بسيرجيو ري اللي هو الباك اليمين بتاع توتنهام حطه كباك ليفت. نقطة التسديدة اللي احنا قلنا عليها لو بصينا على الصورة اللي بعدها هنلاقي إن الحارس مازيمبي خرج بشكل خاطئ، سوء تقدير في الكرة العرضية زي ما احنا شايفين كده اهو، خرج بشكل خاطئ في الكرة العرضية. يمكن احنا كده اتكلمنا على نقاط القوة والضعف في المنتخب كوت ديفوار، ودلوقتي هننتقل للمنتخب الثالث معانا، منتخب جنوب افريقيا. المنتخب الثالث منتخب جنوب افريقيا، يمكن هم اخذوا البطوله مره واحده كانت سنه 96، بيدربهم مدرب معاه جنسيتين، جنسيه اسكتلنديه وجنسيه انجليزيه، اسمه باكستر، اسكتلندي 65 سنه، ارقامه اهي قدامنا على الشاشه، يمكن هو ماسكهم من سنه 2017، لعب 16 مباراه تحت قيادته، فازوا في 6 خسروا 6 برضه وتعادلوا 4، احرزوا 23 هدف
دخلت شباكهم 17 هدف وخرج بشباك نظيفة 5 مباريات. زي ما قلنا معاه جنسيتين، جنسية انجليزية وجنسية تانية الاسكتلندية. يمكن هم طريقة لعبهم بيلعبوا 4-2-3-1، من المنتخبات برضو اللي تحب تتفرج عليها وفيها بعض اللعيبة المميزة أبرزهم بيرسي تاو، ده لوحده برضو هنتكلم عنه. يمكن هم بيلعبوا 4-2-3-1، حارس المرمى دارين كيت، حارس بيدفست الجنوب الأفريقي، وعلى فكرة هم عندهم 3 بس محترفين في التشكيلة الأساسية. الحارس الأساسي دارين كيت بيلعب في بيدفست، مخوانزي المدافع بيلعب في بيدفست، هلاتشواي بيلعب في بيدفست برضو، هلانتي الباك ليفت بيلعب في بيدفست. إذن الثلاثة أو الأربعة اللي ورا دول بيلعبوا في بيدفست. الباك اليمين بيلعب في كايزر تشيفز. الاثنين الارتكاز اثنين مهمين قوي، ماكوجو بيلعب في انجلترا، وديان فورمن هو القائد اكتر لاعب لعب مباريات دوليه بيلعب في سوبر سبورت في جنوب افريقيا. الثلاثه اللي قدام واحنا عارفينهم كلنا، بيرسي تاو اللي هو الجناح ده بيلعب في بلجيكا، لعيب مميز قوي وحريف قوي. مابوي اللي كان بيلعب في سان داونز قدامنا قدام النادي الاهلي، اللي هو اللي بيلعب مهاجم والمدرب هنا بيوظفه كمهاجم متاخر. على فكره طريقه اللعب بتتحول ل 4-4-1-1، يعني مش شرط 4-2-3-1. عندهم سيمبا زواني اللي هو اللي احنا برضو شفناه مع سان داونز المهاجم، موتيبا برضو من المهاجمين الكويسين جدا، وهو اغلى لاعب بيلعب في ستراسبورغ الفرنسي. ابرز لاعبي منتخب جنوب افريقيا واهم لاعب فيهم هو بيرسي تاو. بيرسي تاو لاعب مميز قوي، واحنا شفناه في بدايته مع سان داونز، بعد كده راح انجلترا، وبعد كده اللي قدامنا على الشاشه اللي هو رقم 19، ده لاعب تحب تتفرج عليه، لاعب يعني لاعب حريف قوي، لاعب كمان قناص مميز بالاسيست ومميز بالفينش. رقم 19 بيلعب في الدوري البلجيكي، هو معار لكن هو في الدوري الانجليزي. دايما ميستو ايه بيرسي تاو اللي قدامنا على الشاشه اهم لعيب في منتخب جنوب افريقيا. ليه؟ لان هو اللي بينقل الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، هو المحطه، هو اللي بيطلعهم. بص بيدوروا عليه دايما، هتلاقي لعيب جنوب افريقيا بتدور عليه عشان يطلع ويبني الهجمه. اهو هو اللي معاه الكوره، ده لعيب مميز قوي بيرسي تاو اهو، هو دايما اللي ايه. ومنتخب جنوب افريقيا مميز بحته الاختراق من العمق، اهي بيطلعوا عليه في الهجمه المرتده زي دي بالظبط، اهي بيطلعوا عليه حتى لو ما كملتش، ولكن طلعتهم بتبقى على اللاعب رقم 19 اللي هو بيرسي تاو، وهو اهم لعيب في منتخب جنوب افريقيا. نبص على ابرز اللاعبين او ابرز اللاعبين في منتخب جنوب افريقيا، هنلاقي ان هم الاثنين زي ما قلت لحضراتكم، رقم 1 بيرسي تاو، رقم 2 المهاجم اللي هو موتيبا بيلعب فين؟ في ستراسبورغ، وده اغلى لاعب في منتخب جنوب افريقيا، قيمته التسويقيه 6 مليون يورو و300 الف استرليني. قدامنا على الشاشه هم موتيبا ومابوي، يمكن مابوي بيلعب في سان داونز، موتيبا في ستراسبورغ. موتيبا مساهم في 3 اهداف، جاب 10 اهداف السنه دي في الدوري الفرنسي. المابوي مع سان داونز جاب 8 اهداف و6 اسيست، من اللعيبه اللي بيستخدمها كصانع العاب في المنتخب او مهاجم متاخر. ده يمكن يعني ابرز نقاط بصفه عامه كده لمنتخب جنوب افريقيا. اهم حاجه برضو ان هم بيعتمدوا على الاختراق من العمق، لو شفنا ازاي هم سجلوا الاهداف منتخب جنوب افريقيا هنلاقي ان الاهداف كلها من العمق، من خلال بيرسي تاو. بيرسي تاو ساعات تلاقيه جناح يمين وجناح شمال، وهو اللي بيطلعهم على يبنوا عليه الهجمه، هو اللي بيبنوا، هو اللي بيحول الفريق من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، هو اللي بيطلع منتخب جنوب افريقيا زي ما شفنا في الفيديو. لعيب مميز قوي بيرسي تاو، ونتابعه لانه لعيب مهم جدا جدا جدا. لعيب بيرسي تاو لو شفنا ازاي هم سجلوا الاهداف هنبص نلاقي ان هو اهم حاجه عندهم الاختراق من العمق. منتخب جنوب افريقيا اهو، اول حاجه تمرير طولي في العمق، 6 اهداف في التصفيات، 6 من خلال التمرير الطولي في العمق، و2 كرات عرضيه من الجبهه اليسرى. نبص على الصوره اللي بعدها، مثال للتمرير الطولي في العمق، اكتر لاعب طبعا مساهم في اهداف في التصفيات 5 اهداف، وهو بيرسي تاو. ادي اهي اللي عليه الدايره ده بيرسي تاو، عمل اوفرلاب من ورا المدافع واتلعبت له تمرير اختراق طولي في العمق، اللي عليه الدايره الصفراء الدايره دي ده بيرسي تاو، اتلعبت له تحت اهو هيتحرك كده، والمهاجم راح لعبها له من ورا الباك ليفت، فاتلعبت له بالشكل ده زي ما احنا شايفين. اتلعبت له ايه اهو، اتلعبت له كده واتحضر وراح هو جاري من وراه زي ما شفنا في الهدف. نبص اللي بعده برده هنلاقي برده اختراق من العمق، الصوره اللي اهي ده على المهاجم على طول موتيبا، اتلعبت له اختراق منين؟ من العمق اهو، اتلعبت له. الصوره اللي بعدها هنلاقيه بيسدد بيجيبها هدف من خلال الاختراق من العمق. اذا عشان ممكن لما بتلعب منتخب زي منتخب جنوب افريقيا لازم من وجهه نظري ممكن تامن بارتكاز ثالث او تلعب كليبرو. ده يمكن منتخب جنوب افريقيا زي ما قلنا نقاط القوه، برضه هم عندهم منتخب قوي، منتخب اعتقد ان هو هيتعب منتخب المغرب وهيتعب منتخب كوت ديفوار، واعتقد ان هو هياخد البطاقه التالية. حتى لو اخذ ثالث او اخذ ثاني اعتقد ان هو هيترشح للدور الثاني.
ده كان منتخب كوت ديفوار في موجز سريع كده ليه أو لأبرز نقاط القوة بتاعته، لمنتخب جنوب أفريقيا أبرز نقاط القوة بتاعته. فإحنا كده خلصنا ثلاث منتخبات، المغرب، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا. هندخل دلوقتي على المنتخب الرابع اللي معانا، وهو منتخب ناميبيا. منتخب ناميبيا يمكن أبرز نقطة فيهم هو المدرب، المدرب ريكاردو مانيتي، معتبرينه كبطل قومي هناك. ليه؟ لأنه أول مدرب، يعني لو بصينا حتى على أرقامه هنلاقي أنه أول مدرب في التاريخ يجيب لهم بطولة، جاب لهم بطولة كوسافة اللي هي هو يمكن هو لعب 20 مباراة، فازوا 7، اتعادلوا 3، خسروا 10. ده يمكن ماسكهم من سنة 2013. لو بصينا على ليه هم معتبرينه بطل قومي، الصورة اللي بعدها هنبص نلاقي ان هو اول مدرب يقود ناميبيا للقب اقليمي كاس كوسافة 2015. اصغر لاعب كمان يشارك في الدوري الناميبي الممتاز، كان عنده 15 سنة. اول لاعب ناميبي يفوز بالدوري الجنوب افريقي مع فريق سانتوس. يعني كل دي يمكن هم عشان كده معتبرينه بطل قومي تحديدا، لانه هو اول مدرب يجيب لهم بطولة. بالنسبة لهم كاس كوسافة دي هناك إنجاز تاريخي طبعاً، إن أنت تجيب لهم بطولة بسنة 2015. تشكيلهم بقى على طول بيلعبوا بالأربعة واحد ثلاثة اثنين، أو بيلعبوا الأربعة ثلاثة واحد اثنين اللي هي طريقة الدايموند، 4-4-2. في حراسة المرمى ماكسيميليان بيلعب في جنوب أفريقيا، عندهم 6 من التشكيل الأساسي في دوري جنوب أفريقيا. أدي الأربعة اللي ورا، رونالد الارتكاز، ويلي وموتو، بيتروس صانع الألعاب، وأهم اثنين بيتر اللي هو المهاجم رقم 13، ده اخطر لعيب عندهم، وشلونجو مهاجم الاسماعيلي رقم 9. يمكن هم منتخب بيلعب بطريقه الدايموند، طريقه ال 4-4-2 او ال 4-3-1-2، بيعتمدوا على اهم لاعب عندهم رقم 13. نبص على ابرز اللاعبين هنلاقي رقم 13 اهم لاعب عندهم بيتر، وعندهم المدافع اللي هو ريان نيامبي، ده بيلعب في بلاك بيرن، تم استدعائه مخصوص للبطوله دي. فدول الاثنين اهم اثنين لعيبه اللي هو بيتر والمدافع ريان، مدافع بلاك بيرن، دول اهم اثنين لعيبه في ناميبيا. ناميبيا اكتر اللاعبين مشاركه اللي هو رونالد، يمكن دي ابرز اللاعبين، اهو بيتر المهاجم بيلعب في الدوري الجنوب الافريقي في هايلاند، مسجل 7 اهداف وعامل 2 اسيست، عنده 12 مشاركه دوليه. وقلنا المدافع اللي على الشمال ده نيامبي في بلاك بيرن، وتم اول مباراه دوليه هيلعبها مع في كاس الامم. شلونجو مهاجم الاسماعيلي عامل 7 اهداف و7 اسيست وعنده 13 مشاركه دوليه. دي يمكن ابرز لاعبي ناميبيا بصفه عامه. اهم ميزه في توقيت احراز الاهداف لمنتخب ناميبيا اهو ده بيتر، اهم لاعب عندهم، اكتر لاعب مساهم في اهداف، جايب كام هدف؟ احرز هدفين وصنع هدف، 3 اهداف بنسبة 60% من إجمالي أهداف منتخب ناميبيا اللي هو المهاجم رقم 13 بيتر ده لوحده 60% من أهداف إيه؟ منتخب ناميبيا. ده يمكن منتخب ناميبيا قلنا أبرز اللاعبين فيهم زي ما قلنا اللي هم الاثنين اللي قدام، وده اللي قدامنا على الشاشة اللي هو المهاجم بيتر. أدي بعض اللقطات لي أهو، رقم 13 أهو اللي قدامنا على الشاشة رقم 13، ده أهم لعيب في منتخب ناميبيا، ومعاه طبعا شلونجو. هم بيلعبوا بأربعة 3-1-2 والاثنين راس حربة اللي هو بيتر وشلونجو، ده أهم اثنين لعيبة في منتخب ناميبيا. زي ما قلنا أغلى لاعب عندهم اللي هو هوتو، متوسط الأعمار عندهم 27.3. ده يمكن بالنسبة لمنتخب ناميبيا، قلنا إن هم 6 من التشكيل الأساسي بيلعبوا في دوري جنوب أفريقيا، وقلنا الاهم الاثنين عندهم البيتر وشلونجو، دول اهم اثنين بيلعبوا براسين حربه. واعتقد ان منتخب ناميبيا هتبقى يعني منتخب محترم وقوي جدا، بس هتبقى فرصته صعبه بالنسبه للثلاث منتخبات اللي معاه، منتخب المغرب، منتخب كوت ديفوار، منتخب جنوب افريقيا. على فكره مفارقه تاريخيه يمكن اختم بيها، ان منتخب جنوب افريقيا تحديدا ما خسرش ولا مباراه عبر التاريخ من منتخب المغرب ولا منتخب كوت ديفوار في تاريخ المواجهات بتاعتهم. فدي حاجة تديك ان منتخب جنوب افريقيا برضه هيبقى منافس شرس للمنتخبين اللي هو منتخب المغرب ومنتخب كوت ديفوار. في النهاية طبعا احب اشكر فريق العمل، المعد، فريق العمل بالكامل، سواء المصورين سواء المخرج شادي، المعد محمد عبد المنصف، المصممين عمر علي سعيدو، كل عبد القادر، كل المصممين. واحب اشكر طبعا اداره القناه. وفي النهايه وان شاء الله انتظرونا في الحلقه الجايه باذن الله، هتبقى يوم الاحد الساعه 10، ومعادنا مع مجموعه تانية باذن الله هتبقى المجموعه الثالثه، مجموعه منتخب الجزائر. انتظرونا ان شاء الله يوم الاحد الساعه 10. شكرا، السلام عليكم.